الكلام بيني وبينك كده، ايه رايك الانتر ولا الصراف؟ خلاص يا عم، الانتر شكلها اكبر بكتير. ايه الصراف الانتر، انت بتقول؟ ايه يا شفت عم الانتر الجديده؟ الانتر؟ الانتر كمان مش صح. بص 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 بص، يا بابا. ايوه انا بقى جيت لك البيت والله، لقيت فيه اسمه ايه ده، لقيت مجدي باين هناك، وكانت الدنيا كتير، رحت جاي راكب الموتوسيكل وراجع بقى. اخش؟ ما انتوا قاعدين يا بابا جوه معاهم، اخش ليه بقى في الزحمه وافضل قاعد وانا واخد المكنه بالظبط دقيقتين؟ انا يا بابا، انا شفت العربيه بره، عرفت ان مجدي. والله واخد المكنه دقيقتين يا بابا بالظبط وراجع، ما لقيتكش. في حاجة مش بلاقي نفسي في ايه؟ مش عارف في حاجة طيب يعني ولا ايه؟ طب ما في ناس موجودة جاية تشوف. لا، وانا حتى برضو لو انا دخلت وكده هقول لك انت عايز ايه قدامهم؟ ليه 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 بقى، ليه بقى ده كله؟ انا رحت جاي راجع تاني بالموتوسيكل، كنت جاي لا طب انا كده كده كنت هكلمك يعني بقى، او انت هتكلمني تاني؟ كنت هكلمك والله، بس كنت مستني شوية كده بس لحد ما يمشي. ماشي 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 ماشي، انا عارف يا بابا، انا عارف يكلمهم معايا. اه في حاجة ولا ايه؟ ريل؟ طب ما تستنى كده لحد التموين بكره، ما مش هجيبهولك من التموين. لا سيبها بس يا بابا كده لحد بكره، كده هشوف التموين ايه نظام. لما لو